بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الموضوع: القلب المادي والقلب الروحي. لجسم الإنسان قلب مادي لحياة الدنيا، وله قلب روحي وهو للنفس وهو غير مادي. القلب المادي: القلب المادي هو القلب العضلي الذي يوجد في الصدر من الشمال، وهو القلب الذي ينبض ويضخ الدم للجسم، وهو القلب الذي نستطيع نقله من شخص إلى شخص آخر. الله لم يخلق بشرا بقلبين ماديان. نفى الله ما ادعى به المنافقون أن لسيدنا محمد قلبان ماديان في جوفه. قال تعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. وقال عليه السلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وهذا يدل على القلب المادي في لفظه مضغة. القلب الروحي، ويسمى القلب الرباني أو القلب المعنوي أو القلب الشرعي. إنه قلب غير مادي، أي غير ملموس، ووظيفته غير مادية، وهذا هو قلب النفس. لا الشيطان ولا أحد يستطيع الدخول إليه إلا إذا أنت فتحت الباب اختيارا منك وكنت من الغاوين، أي الضالين. القلب الروحي إنه للنفس وهو قلب واحد، وهو جهاز التحكم المركزي للنفس، وهو الذي يدعم العقل بالشعور بالثقة واليقين بحقيقة الأمور والإحساس بالطمأنينة، وهو الذي يصيبه النور أو العمى. القلب الروحي يسري في النفس، فهو يسري في جسم الإنسان ما دامت النفس داخل الجسم، وهذا القلب يكون ملازما للنفس أينما ذهبت، إنه معها في حياة البرزخ ويوم القيامة. القلب الروحي إنه غيبي، وهو موجود في الصدر ومتوازي مع القلب المادي الذي ينبض. فكان النبي يضع يده على صدر من يحتاج إلى الدعاء ويدعو له ليجمع بين القلب المادي والقلب الروحي. القلب الروحي فيه نزعة روحية، أي اتجاه فطري من رحمة وصلاة وصيام وزكاة وصدقة وعمل الخيرات. القلب الروحي فيه الإيمان والكفر واليقين والتقوى والخشوع والاطمئنان والرحمة. قال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء، إنه يعلم ما بداخل هذا القلب، وما تضمرون في أنفسكم من شرك أو شك أو في نبوة النبي عليه السلام. قال تعالى: إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. القلب الروحي إنه يتعامل مع الله، وهو الذي يقول لك إذا قمت بالصدقة إن مالك يزيد ولا ينقص، كما قال عليه السلام: ما نقص مال من صدقة. قيامك بالصدقة سوف يحبك الله ويجازيك كل خير. قالت عائشة رضي الله عنها: إن الصدقة تقع في يد الله قبل أن تقع في يد الفقير. الرحمة إذا كانت عامرة داخل هذا القلب سوف يرحمك الله، فيمحو ويغفر كبائر الذنوب، وتكون قريبا من رسول الله، وكلما صليت على النبي
ينزل الله عليك 10 رحمات، ويقال أن العقل موجود في القلب فيعبر عن القلب بالعقل، فقرن الله الفكر والعلم إلى القلب. قال تعالى: لهم قلوب لا يفقهون بها. وقال تعالى: وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. البصيرة هي عين ونور القلب والعقل، وعمل البصيرة الإيمانية في قلب المؤمن كعمل الكشاف الضوء في الظلام. فالمؤمن البصير ينظر بعين البصيرة وليس بآلة البصر وهي العين. القلب المبصر هو الذي يميز الخير من الشر، الإيمان من الكفر، والرحمة من القسوة، والصدقة من البخل، والعطف من الظلم. أما القلب الأعمى هو الذي لا يميز ما يميزه القلب المبصر. قال تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فإذا القلب مال إلى الإيمان يكون مبصرا ومنورا، وإذا القلب مال إلى الكفر فيصيبه العمى فيكون مسودا لا نور فيه. ومن فساد القلب الشرك والرياء والغل والحقد والتعلق بغير الله وارتكاب الذنوب، فيصبح القلب مسودا. الله يخاطب القلب في الأشياء الروحية الغير مادية كالإيمان والصدقة والرحمة والعطف والبعث والملائكة والحلال والحرام والإحسان والصفح. كمال العقل لا يأتي بكمال القلب. ربما عقول كفار عقولهم أفضل من عقول بعض المسلمين، لكن أراد الله القلب الروحي. فكثيرا من العلماء اخترعوا أشياء مفيدة باستعمال عقولهم، ولكن لا يوجد عندهم إيمان بالله. To keep watching these videos, go to YouTube channel نائل مصيطف.